سبل تنفيذ خلاصة تقرير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة للنواب المحترمين الحسين بن لقطو، أمال العمري، عبد اللطيف عبد الله البوزيدي الإدريسي، رحو الهيلع، أحمد عموري، محمد العرج، مصطفى أيد بن علي، عدي أيد راهو، محمد البزيزي، العربي كانسي، أحمد الريحاني البوالي، وعمر الزعيم من فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية. تفضل السيد النائب المحترم. السيد الرئيس المحترم، السادة الوزراء المحترمين، السيدات النائبات والسادة النواب المحترمين، أصدرت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة تقريرها السنوي برسم 2009، وفي إطار المنهجية التي اعتمدها هذا التقرير قدم تشريح دقيق لآفة الرشوة. هذه الآفة اللي من جراءها تم تصنيف المغرب السيد الوزير وفق مؤشر ملامسة الرشوة في الرتبة 89 ضمن 180 دولة برسم 2009 وبتنقيط 3.3/10. لا شك سيد الوزير أن هذه الآفة اللي كتنخر الجسم الاقتصادي المغربي والاجتماعي تشكل إشكالية خطيرة معقدة تنموية وسياسية عندها أبعاد اقتصادية سياسية وما إلى ذلك، وأصبح من المؤكد الآن أنه هناك عبر البحوث المنجزة هناك علاقة وطيدة بين التنمية والحكامة، والعكس صحيح، الحكامة السيئة لها كذلك علاقة وطيدة بالفساد والرشوة. صحيح أن المغرب أكد وأعلن عن الإرادة السياسية لتخليق الحياة العامة والتزم بمواجهة الفساد كخيار حاسم مع الحرص على استنهاض جميع الفعاليات لمكافحة هذه المعضلة المشينة، وهذا ما أكده عبر انخراطه وتصديقه على الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة. كذلك البرامج الحكومية اللي جات بها الحكومة أمام البرلمان، خاصة برنامج 24 أكتوبر، أكد على مباشرة إصلاحات تهم الحكامة الجيدة لمحاربة الفساد، أفضت صحيح إلى تحقيق بعض المكتسبات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية، إلا أن التشخيص ديال الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أبرز نقائص متعددة سيد الوزير، ذات طابع قانوني أو مؤسساتي أو إجرائي، نذكر منها على الأخص اعتماد العمل الحكومي على برنامج عمل يفتقر للبعد الاستراتيجي بالرغم من إيجابياته، كذلك ترسانة قوية كبيرة وواسعة وشاملة لكنها غير كافية، مثلاً غياب الحماية القانونية للمبلغين، ثغرات كذلك قانون الأحزاب، التزام بنشر الوثائق المقدمة للمجلس على الحسابات، ثغرات في مرسوم صفقات العمومية رغم إيجابياته، اختلال على مستوى التطبيق القانون المتعلق بتدبير المفوض حيث لا يشمل الدولة ولا تمتد رقابته لتسعير الخدمات، عدم وضع الضوابط الموضوعية للتفويت وما إلى ذلك. شكرا السيدة النائبة المحترمة. شكرا السيدة النائبة المحترمة. قال السؤال قط لا السؤال والسيد الوزير. السيد الرئيس، طبعا توصل السيد الوزير الأول يوم 5 يوليوز بالتقرير السنوي للهيئة المركزية لمحاربة الرشوة، وهو تقرير تضمن تشخيصا للوضع في بلادنا وتقييما للسياسات التي اتبعت خلال السنوات الماضية في هذا المجال، كما تقدم كذلك بمجموعة من الاقتراحات والتوصيات، وبالتالي فهذه الاقتراحات والتوصيات ستغني بدون شك
السياسة الحكومية في هذا المجال والبرنامج الحكومي الذي سبق أن قدم أمام هذا المجلس الموقر، وحصلت الحكومة على أساسه على ثقة مجلسكم الموقر، كما أنه سيغني كذلك الأعمال الأخرى التي قامت بها الحكومة في هذا الصدد. ويمكن التذكير في هذا الشأن بأن الحكومة لم تنتظر صدور التقرير الذي صدر في الأيام الأخيرة، وإنما بادر السيد الوزير الأول في 7 دجنبر الماضي إلى تأسيس لجنة وزارية عهد إليها بتهيئ مجموعة من التدابير الملموسة والإجراءات العملية القابلة للتنفيذ داخل آجال محددة وعلى المدى القريب، وهي إجراءات ضمت في إطار برنامج متكامل وقد عرضت كذلك على مجلس الحكومة خلال اجتماعها الأخير يوم 8 يوليوز الأخير. إذن فهناك مجموعة من الاقتراحات، سواء المنبثقة من الحكومة نفسها أو المقدمة من طرف الهيئة أو التي يمكن أن تقدم من البرلمان مثلا، من الأحزاب السياسية، من الهيئات النقابية، من جمعيات المجتمع المدني، من أجل صياغة استراتيجية متكاملة ينخرط في وضعها وتتبعها وتنفيذها المجتمع بكامله بمجموع فعالياته. وهذا ما ستحرص الحكومة على القيام به في إطار من الشراكة مع جميع الفاعلين والمهتمين بهذا المجال. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير.